حضرتك بدأت معاهم الاعتصام من الأول من البداية مش ايوه كده؟ اه يعني لو حضرتك تطلعنا على ما جرى أو على مشاركة حضرتك في هذا الاعتصام. الاعتصام طبعا كان كلنا بنتكلم فيه، وكان قبل الاعتصام عملنا مظاهرة في ده الأوبرا، الأوبرا أيوة أمام الأوبرا، احتجاجا على فصل الدكتورة إيناس الأوبرا عبداي. الدكتورة إيناس، وتولدت من خلال هذه الاحتجاجات الحركات الاحتجاجية فكرة الاعتصام. وحين بدأ الاعتصام في وزارة الثقافة عملنا مسيرة من اتحاد الكتاب، ووزارة الثقافة بينا وبينها شارعين يعني، من الوزارة من الاتحاد إلى الوزارة، وانضمينا بشكل جماعي وباسم اتحاد الكتاب، لاعتصام وزارة الثقافة. مش كفرادة إنما ككتاب مصر. كان معانا بقى بهاء طاهر سيد حجاب جمال وفتحي غيطاني العسال وسيد حجاب وفتحية العسال. فتحية العسال كانت بتبات هناك يعني، احنا كرجالة كنا بنروح. تروحوا. طيب انتوا انضميتوا للاعتصام، لكن في 21 يونيو، نتكلم تقريبا يعني قبل ايام قليلة من 30 يونيو، عملتوا جمعية عمومية في اتحاد الكتاب وقررتوا سحب الثقة من محمد مرسي. يعني مقدمات الدعوة لهذه الجمعية العمومية، ما الذي جرى؟ ازاي وصلتوا لهذا القرار وتوابعه كانت ايه؟ الحقيقة أنا حسيت إنه المعركة مش مع وزير الثقافة، إنه حكاية احتشاد وزراء يعني مثقفين، وإن كان ده الحقيقة عمل تاريخي محرك كبير. يجب أن نتوقف عنده، لأن كل ما يقال عن إنه المثقفين كانوا سلبيين وبتوع كلام وكذا لكن ما فيش فعل، لا دول قاموا بفعل لم تقم به أي جماعة أخرى، إنهم راحوا ودخلوا وزارة الثقافة ودخلوا مكتب الوزير ومنعوا الوزير من دخول الوزارة، وأصبح ده نموذج شفنا بعديها مثلا في الأقصر لما تعين محافظ محافظ كان من الجماعة الإسلامية. بالظبط، إنه ناس من داخل المحافظة راحوا على مكتب المحافظ ووقفوا على الباب ومنعوا المحافظ من دخول إنه يخش، استنادا لما قام به المثقفين المثقفين. في منع وزير الثقافة من دخول مكتبه. وكان ده في رأيي أول تحرير لمصر، أول نقطة تحررت من حكم الإخوان في مصر كانت وزارة الثقافة حين منعنا الوزير اللي تم تعيينه من قبل الإخوان أن يدخل مكتبه ويباشر عمله منه. لكن كان في إحساس لدي بأنه المعركة أكبر من كده. طب افرض يعني انه الاعتصام ليس كافيا. لا احنا معتصمين ضد وزير، طب افرض رئيس الجمهورية استجاب وقال طيب هشيل لكم ومشي. الوزير ده وهاتوا الوزير اللي انتوا عايزينه، هل تبقى المعركة انتهت؟ ما انتهتش. فحسيت ان احنا لازم يعني نصعد كمثقفين بما نملك من أسلحة المثقفين، وهي التوجيه الوجداني يعني حسيت إنه لازم نعمل حاجة على مستوى أعلى منه، والأعلى كان إن احنا نتوجه أو نتصدى أو يبقى لرئيس بالاستهداف للرئيس، رئيس مش الجمهورية شخصيا، لأنه هو ده المشكلة. مش مع إدراكي طوال الوقت، وهنا دي يعني طالما الواحد بيقول شهادته لازم يقولها، إن أنا طول الوقت كنت بأشفق على محمد مرسي ده. ليه بقى؟ كنت بشعر إنه مجبر، وهو يعني مش معترض، هو عارف إنه جاي يخدم الجماعة لكن مضطر إن هو يراضي المثقفين ويقول لهم كلام كويس وكذا، ويعمل أعمال أخرى منافية تماما لما للي قالوا. بيقولوا